ولإلقاء الضوء أكثر على التظاهرات التي خرجت في أكثر من 14 منطقة أو مدينة في كردستان العراق احتجاجا على تأخر الرواتب، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي السيد كاظم ياور. سيد كاظم، مرحبا بك. بعد أن خرجت هذه التظاهرات في أكثر من 14 منطقة ومدينة في كردستان العراق، نتساءل يا ترى كيف ستؤثر هذه الأزمة، أزمة التظاهرات، أزمة المطالبة بالرواتب المتأخرة، كيف ستؤثر على الأحزاب الحاكمة التي تعاني أصلا من خلافات فيما بينها؟ نعم، مساء الخير على حضراتكم وعلى سادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة لمشكلة معضلة الرواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق أصبحت يعني حديث في كل وسائل الإعلام، وكذلك في الاحتجاجات وإضرابات عن العمل في مناطق محافظة سليمانية ومناطق أخرى قريبة من السليمانية. والنتيجة أو السبب، عندما نعود إلى نفس الأسباب التي كل مرة يذكر، أن حكومة إقليم كردستان العراق اليوم باتت يعني هي تلقي المسؤولية على الحكومة الاتحادية، والحكومة الاتحادية تعطي ضمانات ثم لشهر واحد ثم يعود إلى أمور أخرى لتسويات لأمور يعني يستجد في كل المرحلة في كل أسبوع في هذا المجال. طبعا المواطن العادي والموظف العادي من حقه ان يعني يستلم حقوقه كامله من الحكومه الاقليم ومن الحكومه الاتحاديه، لا يهمه اين السبب، اين المشكله. فهنا المشكله السياسيه ما بين الاقليم وكذلك الحكومه الاتحاديه، يعني هم يتفقون في مسائل معينه ثم يستجد أمور سياسية في البلاد، يكون هذا الملف يعني مدخل لكي تكون هناك مفاوضات ما بين الحكومة الإقليم وحكومة الاتحادية من طرف، وحتى ملفات الخلافات السياسية بين أحزاب الحاكمة في الإقليم، خاصة الحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني وحزب الديمقراطي الكردستاني، أصبحت هذا الملف يعني عامل لكي يقترب الحزبان مع بعضهما وحل إشكالية السياسية الأمنية الموجودة منذ أكثر من سنة ما بين الحزبين. ولكن مع الأسف الشديد قوت المواطنين أو رواتب الموظفين أصبح يعني ورقة تبادل رسائل ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم وكذلك الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق. ما الذي تملكه الحكومة في كردستان العراق بعد تعطيل وصول المخصصات المالية من قبل حكومة السوداني؟ يعني البعض يرى أن دائما الحكومة في كردستان تلقي بالكرة على الحكومة الاتحادية، وخاصة وفق قانون الموازنة الأخير على وزارة المالية، هي من تدفع ذلك أو الرواتب تدفع من وزارة المالية. الآن ما الأوراق التي تملكها حكومة كردستان، وكيف ستواجه المتظاهرين المطالبين بحقوقهم؟ يعني بالنسبة لحكومة إقليم كردستان العراق، يعني أنا لست متحدث بلسانها، ولكن يعني عندما أقرت القانون الموازنة وقانون الموازنة الاتحادية فيها حصة الإقليم من الأموال الاتحادية، يعني الغريب في المسألة حكومة الاتحادية لا ترسل هذه الأموال، الأموال التي يعني قبل شهر عندما أرسلت 700 مليار عراقي كانت عن طريق القروض. حتى عندما رضيت حكومة إقليم كردستان العراق بهذه القروض لمدة 3 أشهر، الشهر الثاني كذلك توقف حتى القروض ولم ترسل من قبل الحكومة الاتحادية. فالمسألة من طرف أطراف السياسية في السليمانية يذهبون إلى البرلمان العراقي ويجمعون التواقيع من أجل
أن يقوم الحكومة الاتحادية بدفع الرواتب الموظفين مباشرة للموظفين. يعني هنا السؤال يطرح نفسه من قبل أي مواطن عادي، حتى الحكومة إقليم كردستان العراق، لماذا إذا كانت أموال موجودة إذا دفعت من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة، لماذا هذه الأموال لا ترسل مباشرة، يعني الكمية المتفق عليها ضمن الموازنة الاتحادية؟ وإن لم تكفي يا وإن لم تكفي هذه الأمر سوف يقع على عاتق الحكومة إقليم كردستان العراق، ولكن حكومة الاتحادية عليها أن تدفع الحصة المقررة ضمن الموازنة العامة. ألا تعتقد أن هناك من يحاول صب الزيت على النار لكي تكبر هذه الخلافات وتكثر المشاكل في كردستان العراق وربما يتشظى كردستان؟ طبعا هذا الامر قائم، يعني خلافات ما بين الحزبين اذا لم تحل في وقت قريب لربما تكون هناك تداعيات كبيره في المساله، منها يعني في قانون الموازنه العامه عندما وضع الاتحاد الوطني في مادة 13 فقرة ثامنة أنه إذا كانت هناك خلافات ما بين الحزبين أو في داخل إقليم كردستان العراق حينها سوف يكون المرجع في هذه الأمور الحكومة الاتحادية، وحزب الديمقراطي الكردستاني لا يرضى بهذا التعامل، يظنها أنها سوف يقسم إقليم كردستان العراق من حيث يعني يقع إرادة الحكومة الإقليم تحت يد الحكومة الاتحادية. طيب أستاذ كاظم، السوداني منذ توليه رئاسة الحكومة تعهد بحل الخلاف مع أربيل، هل ترى أن هناك فعلا توجد إرادة سياسية حقيقية لحسم هذا الخلاف؟ طبعا الإرادة السياسية مكتوب على الورق موجود، ولكن الناس في إقليم كردستان العراق والأحزاب السياسية يريدونها فعليا لا توجد هكذا الأمور. يعني الآن عمر الحكومة أصبح أكثر من سنة، متى يعني سوف يكون هذه الحلول؟ متى سوف يكون تطبيق ما اتفق عليه ما بين الطرفين؟ لا توجد في الأفق أي حلول بهذا الاتجاه، يعني إذا لا توجد أي مبادرات حقيقية ما بين كل هذه الأطراف، فإذا لم تكن هذه الحلول واقعية سوف تبقى هي شماعة سياسية وأمور سوف يضر بكلا الطرفين، وهذا الإضرار أكيد سوف يلحق بالمواطن بدرجة أساسية في إقليم كردستان العراق، ثم يمتد إلى الأحزاب السياسية، لا سمح الله ربما يعني تكون مشاكل كبيرة لا يمكن سيطرة عليها في الشارع الكردستاني أو ما بين الأطراف السياسية خاصة الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان العراق. شكرا جزيلا أستاذ كاظم ياور عبر سكايب من أربيل، الباحث والمحلل السياسي العراقي.